أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور، حيث نعرض لأبرز المقالات والكاريكاتيرات التي تناولتها الصحف المحلية العربية والعالمية، مع قراءة فيما بين سطور هذه المقالات. الصحافة المحلية بعد الفاصل. في جولة الصحافة المحلية، مقالات الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الأردنية، نطالع فيها مقالات تتناول العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، وبالطبع استقراء للسيناريوهات القادمة. وتقول قراءات إن ما يحدث في الضفة الغربية يجب ألا يكون مفاجئا، فهو متوقع ومحسوب، وقد حذر منه الملك عبد الله الثاني مرارا في كل خطاباته للمجتمع الدولي، كان آخرها توقعه للانفجار الخطير في الضفة في كلمته أمام هيئة الأمم في أيلول 2023 قبل شهر من انفجار السابع من أكتوبر. ومن المقالات من كتبه الكاتب علي أبو حبلة في مقاله في الدستور، إذ يقول: كل الدلائل تؤكد أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي في إطار مخطط إسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً عن وطنهم وفرض سياسة الأمر الواقع للضم والتوسع الاستيطاني. وتترافق الحملة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية مع الإعلان عن نية بناء كنيس يهودي في قلب المسجد الأقصى، بحسب تصريحات صدرت عن وزير الأمن القومي الداخلي إتمار بن غفير. ويضيف الكاتب إن مخطط استهداف المخيمات الفلسطينية وتدمير بنيتها يندرج ضمن مخطط التهجير، وهو ما صرح عنه وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إنه يجب إخلاء مخيم جنين والتعامل معه كما يتم التعامل مع قطاع غزة. وطبقا لما أوردته هيئة البث، فقد تناول كاتس في لقائه مع قادة الجيش الوضع الأمني، مؤكدا مخيمات اللاجئين هي بؤرة شر لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، فيجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من سكانه، ويجب معاملته مثل قطاع غزة. وزعم خلال اللقاء نفسه أن خط الحدود الشرقية مع الأردن مفتوح أمام التهريب، وقال إنه يجب إقامة عائق كبير على الحدود الشرقية. الكاتب في صحيفة الغد علاء الدين أبو زينة تناول السلوك الإسرائيلي العنصرية والاستيطانية والإرهابي من خلال عقد المقارنة مع نظام الفصل العنصري البائد في جنوب إفريقيا. ويضيف الكاتب: برر كلا النظامين سلوكهما أيديولوجيا باستعمال أفكار التفوق العنصري والاستحقاق الإلهي. في جنوب إفريقيا أقيم نظام الفصل العنصري على مفهوم تفوق البيض ومهمة الرجل الأبيض وغيرها من مقولات الاستعمار. وفي الكيان الصهيوني تستدعي الأيديولوجيا الصهيونية أفكار أرض الميعاد والشعب المختار لتبرير إخضاع الفلسطينيين. وينقل أبو زينة شهادات على ألسنة العديد من الرموز العالميين تدين هذا السلوك الإسرائيلي، من أمثال القس الجنوب إفريقي ديزموند توتو، ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان الفلسطيني، وبيتر بينارت الصحفي والمعلق السياسي اليهودي الأمريكي. ويختم بالقول: تقترح التشابهات بين الكيان ونظام بريتوريا العنصري والنهايات المتوقعة وملاحظات الساسة والمراقبين شيئا قريبا من ربح ربح، حيث تؤدي نفس السياسات الوحشية والمكروهة التي ينتهجها الكيان لتثبيت نفسه إلى تفكيكه غير المقصود الذي سيسعد كل محبي الإنسانية والحرية في الكون. الكاتب محمد يونس العبادي في مقاله في الرأي رغم الصعاب الأردن على عهده يقول: تحمل هذا البلد الكثير منذ لحظة ولادته، وأعرب عن نفسه كحيز عروبي هاشمي يحمل أهله الأردنيون وفاء لثراهم وولاء لملوك بني هاشم الذين حملوا ثنائية القومية والدين برؤاها ومشروعها.
وسعينا في هذا البلد صادقين لأجل مبادئنا. ولمزيد من القراءة ما بين سطور المقالات لهذا اليوم، معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ حمادة فراعنة، الكاتب والمحلل السياسي المتخصص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. أستاذ حمادة، أهلا بحضرتك. كيف نقرأ التفات الاحتلال الإسرائيلي إلى جبهة الضفة الغربية؟ وهل من تكتيك في إعلان القبول بالهدنة في غزة مع هذه العمليات التي نتابع في مدن ومخيمات الضفة الغربية؟ مرحبا وشكرا على الاستضافة. الحقيقة يجب أن ننظر إلى مشروع المستعمرة الإسرائيلية إلى أعمق وأبعد وأخطر يعني من هذه القراءة. يجب أن يكون واضح أن المستعمرة الإسرائيلية، قوات الاحتلال، حاولت في قطاع غزة ترحيل الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى الجنوب، وكان يفترض حسب برنامج قوات الاحتلال والمستعمرة الإسرائيلية اقتحام الحدود المصرية الفلسطينية ودفع أهالي قطاع غزة نحو سيناء. هذا كان البرنامج، ولكن هذا البرنامج أحبط لعوامل عديدة، وما زالت المخاطر قائمة، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك برنامج بهذا الاتجاه. نعم، نقل هذا البرنامج إلى الضفة الفلسطينية لا يقل خطورة عما جرى ويجري في قطاع غزة. فيما يتعلق بقطاع غزة، أستطيع القول اعتمادا على المتابعة والتدقيق والمشاهدة أن المستعمرة الإسرائيلية لن توقف إطلاق النار، لن يكون هنالك أي إمكانية للتوصل إلى تفاهم أو إلى صفقة لوقف إطلاق النار، لأن أي صفقة لوقف إطلاق النار هذا يعني أن هنالك هزيمة لقوات الاحتلال وللمستعمرة وللحكومة الائتلافية التي يقودها نتنياهو. التشخيص الدقيق الآن أن المستعمرة الإسرائيلية أخفقت وفشلت في قطاع غزة بعنوانين. العنوان الأول هو ما حصل يوم 7 أكتوبر، المبادرة العملية المفاجئة التي شكلت صدمة للمجتمع الإسرائيلي وللأجهزة ولقوات الاحتلال. هذه كانت الإخفاق الأول ومعترف به ومقر يعني من قبل حتى الأجهزة الأمنية، والبعض استقال على خلفية هذا الإخفاق. والإخفاق الآخر اجتياح قطاع غزة واحتلال كامل قطاع غزة، ولكن إلى اليوم لم يتمكنوا من اكتشاف أين هي مخابئ الأسرى الإسرائيلية. صحيح. الكاتب والصحفي حمادة فراعنة، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدين الكرام، رسام الكاريكاتير في صحيفة الرأي خلدون غرايبة له تفسير فيما يحدث عبر الرسم التالي. في جولة الصحف العربية لهذا اليوم، استهداف إسرائيل الضفة منذ سنوات، الخوف من فشل المفاوضات حول غزة، وتحالف إقليمي لكبح جماح إيران. هذه العناوين نجدها في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم الخميس. عبد الحميد الرياحي في صحيفة الشروق تناول التصعيد الصهيونية في الضفة الغربية وكتب يقول: التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية ليس عبثيا ولا هو مجاني، وحين تحذر فصائل المقاومة الفلسطينية من مخطط صهيوني لنقل حريق غزة إلى الضفة الغربية فإنها لا تعبر عن أوهام، ولا تحذر من مخاوف غير موجودة، ولا يدعمها شيء على أرض الميدان. ويضيف الكاتب: على مدى 11 شهرا تفنن الجيش الصهيوني في ضرب وتدمير كل مناحي الحياة في قطاع يحوي أزيد من 2 مليون مواطن، كما تفنن في نقل سكان مدن القطاع ودفعهم إلى رحلات نزوح لا تنتهي ولا يسلمون فيها من القنابل والصواريخ التي تطاردهم في كل مكان. وبعد كل هذه المدة
وصل الصهاينة إلى قناعة مفادها أنهم قضوا تقريبا على أسباب وسبل الحياة في القطاع، وأن مسألة تهجير سكانه الفلسطينيين لم تعد إلا مسألة وقت. ويتابع الكاتب بالقول: مقاولة غزة ليست نهاية المطاف في المخطط الصهيوني الكبير الذي بات يحظى بموافقة ودعم أمريكا، وهي مقاولة لا تكتمل مرحليا إلا بإطلاق مقاولة شبيهة في الضفة الغربية تفضي بدورها إلى تدمير واستئصال أسباب الحياة بالنسبة لسكانها الفلسطينيين بهدف تهجيرهم، وكل ذلك تمهيدا لتوسيع أرض إسرائيل، كما قال المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب. مراحل الألم في غزة، عنوان الكاريكاتير العربي لهذا اليوم من موقع صحيفة القدس العربي. تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا، أبرزها العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، المكسب الذي ينتظره زيلينسكي من كورسك، والتهرب الأوروبي من العقوبات على روسيا. وول ستريت جورنال لها تقرير من إعداد كاري كيلرلان ودوف لابر تحت عنوان: بعد انتقام حزب الله كل الأنظار تتجه نحو إيران. ويقول التقرير: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستعتبر هجوم حزب الله على الكيان الصهيوني الأحد الماضي كغطاء لتجنب المزيد من التصعيد للحيلولة دون إشعال حرب إقليمية، خاصة وأن الحزب أعلن نجاح هجومه على مواقع مهمة داخل الكيان. إن كل الأنظار تتجه نحو إيران التي أعلنت أنها ستلحق ردا مؤلما على إسرائيل بعد استشهاد إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في طهران، بعد ساعات من استشهاد قائد حزب الله فؤاد شكر في لبنان. نيكولا روجر في صحيفة ليبرسيون الفرنسية تناول التصعيد في الضفة الغربية ووصفه بأنه الأشد منذ انتفاضة عام 2002، ويقول الكاتب المقيم في تل أبيب: هذه أهم عملية إسرائيلية منذ الانتفاضة الثانية عام 2002، إنها ليست سوى نسخة أكثر كثافة من الغارات الإسرائيلية التي دمرت مدن الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين فيها. ويبدو أن الجيش الإسرائيلي قد تخلى عن فكرة إلقاء اللوم على حماس فقط، وأصبح العدو المستهدف الآن هو خليط من الجماعات والخلايا المدعومة من إيران. لا يعطي الجيش الإسرائيلي سببا رسميا لتوقيت العملية التي تحشد جميع الألوية الموجودة في الضفة الغربية مع العديد من الوحدات المتخصصة، بما في ذلك وحدات المهندسين التي غالبا ما يتم استخدامها في غزة، ولكن يمكن أن تكون هذه العملية مجرد طريقة أكثر صرامة لإضعاف الجماعات الفلسطينية، أو بلغة الجيش الإسرائيلي اللكمات المتكررة ضد العدو. الكاريكاتير من يو اس نيوز. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في حلقة برنامج بين السطور، نلتقي في مرة قادمة، إلى اللقاء.